خوتي مغاربة، صباح الخير عليكم. اليوم السبت 18 جوان 2022 كانت واجد في أنزا. أنزا اش غادي نقول لكم؟ اللي محقورة وكانت ديما محقورة. كتعرفوا كانت هي الحي الصناعي ديال مدينة أكادير. ملي تشوفوا لوزينات وتشوفوا هاد المعامل شحال كيدخلوا من ملايير وشنو انعكاساتها على أنزا، والو حتى حاجة. وتقول شي واحد من هاد الأثرياء صحاب المعامل دار شي حاجة لمدينة أنزا. المهم كتعرفوا ناضوا المسؤولين شركة التنمية المحلية وقالوا إعادة تهيئة أنزا وغنصوبوا لها شوارعها ونقادوها ونصلحوها، ولكن ما كاينش واحد التصور، ما كاينش واحد الخطة، ولا قالوا ها أنزا كيبغيناها تكون في العشرين عام اللي جاية وهلاش بغينا نوصلوا. صفقة زيد مع الطريق، كتشوفوا معايا الأشغال كيعاودوا القدرون كيعاودوا الرصيف، زوين. ولكن واش كتعرفوا بأن دوزوا هما خدامين كيصوبوا القدرون وغطاو القوادس لأن ما كاينش واحد التنسيق بين المصالح الخارجية كاملين، وناضوا المواطنين حتى دوزوا القدرون الأول، ناضوا المواطنين وكينبهوا الشركة وكيقولوا لها يا ودي راكم شديتوا على القوادس ديال الماء، عاد جات الرمسة كتجري وعاد حيدوا القدرون وراهما كيحفروا دابا باش يعاودوا يرجعوا القوادس اللي كما كانوش الساكنة كنت شدوا نهار طيح الشتاء فيضانات هنايا. هذه الفضيحة الأولى. الفضيحة الثانية، كتعرفوا هاد الشارع كامل القوادس اللي فيه من السبعينات ماشي قانونيا، بزاف ديال الخروقات اللي كاينين، داكشي علاش كتشموا ديجا كيتخنقوا ديما الخنز ديما طالع. هذه الأولى، لما كيكونوا الأمطار الخير كتشوفوا بأن كلشي كيتخنقوا الفيضانات هنايا. الرمسة جات وصوبات وحبسات في هذه البلاصة هذه وخلات هادشي كامل. الشركة دابا غادي تصوب الأرصفة، لما غادي يقولوا من بعد راه عندنا مشكل في القوادس غادي يعاودوا يحفروا داكشي كامل، هذاك المغسول اللي صوبوا به الرصيف غادي يعاودوا يحفروا كاع الاشغال اللي داروا. دابا قولوا لي واش هاد الناس عندهم شي عقل؟ راه عرفتوا هادشي راه فكرني في واحد المسؤول على واحد الشركه كبيره واخده صفقات في مدينه اكادير، عيط لي قال لي بغيت نجلس معاك، كنت كتنتقد الشركات كتنتقدنا كتنتقد مزيان، ولكن قال لي خصك تعرف بان راه كاين تخبط في المدينه، مصالح ما متفقاش، ما كايناش خطه، كطلب لي بلان ما كاينينش، بغي دراسه فلانيه ما كايناش، بغينا اجتماع ها واحد البلديه ما جاتش ولا العماله ما جاتش ولا الجهه فلانيه ما جاتش. قال لك راه المشكل ديالنا في التنسيق، المشكل ديالنا المصالح اللي غادي يجمعهم وينسق ويقاد قبل الاشغال كل شيء داكشي ما دارش وزرب زرب زرب وفي الاخر كنعاودوا نحفروا. غنجيبوا واحد الدويره واجيو تشوفوا. التونسي عطروش فاعل جمعوي واحد ابناء ساكنه منطقه أنزا اكادير. اليوم كنلاحظوا واحد مجموعه ديال نسميوها بخروقات، نسميوها بمجموعه ديال الامور بعد ما استبشرنا خير بهذه المبادره اللي غادي تنعم بها مدينه اكادير وانزا، المبادره الملكيه اللي غادي ترفع من المستوى ومن مستوى الجماليه ديال المنطقه. اننا كنتفاجئوا بمجموعه ديال الخروقات وواحد الاعمال اللي هي كتعتبر عشوائيه. اليوم كنلاحظوا بان الشركه جات بتبلط هذا المكان هذا، وفي نفس الوقت بان الساكنه وضعت شكايه ديالها للرمسه من اجل اصلاح هذه البلوعات ديال الواد الحار اللي كنشوفوا بان هذه البلوعه راه مشتته، هي لا هي القوادس ديالها. واليوم كنتفاجئوا بان بغى يتم التبليط ديالها. كنناشد المسؤولين من هذا المنبر هذا اللي كنشكرهم على التغطيه ديالهم بانهم باش يكون واحد التدخل العاجل لهذه الاوراش، لان اللي كنلاحظوا انه ما كاينش تنسيق ما بين المصالح، لان كنشوفوا كل شركه خدامه بوحدها. ملي طرحنا السؤال ديالنا على صاحب الشركه قال لك حنا ملزمين بالوقت وبالضغوطات من الفوق. كنتمنوا من هاد الناس اللي كيضغطوا على هاد الشركات من الفوق انهم يحاولوا يشوفوا الجوده ديال الكاليتي، ماشي المهم ان الورشي سالي، هذا راه مشروع ملكي خاصو يتحترموا فيه المعايير، تحترم فيه مجموعه الامور، لان هذا مشروع ملكي وما كيلزمش فيه انه تكون فيه التلاعبات وتكون فيه السرعه. سي رشيد صباح الخير. صباح الخير سي رضا. اش وقع عندكم هاد الصباح في مدينه أنزا؟ الواقع عندنا هو عندنا مشكل ديال المياه العاديه ديال الواد الحر، القدس اللي كيخرجوا من الديور مبوشين ومهرسين تحت الارض، وهاد الناس جاو بيديروا هاد الشيء ديال ليطالاج ديال سميتو ديال المغسول اش كيقول ديال الجليج على هاد المشكل اللي كاين هنا. مشينا درنا ريكلاماسيون للناس ديال الرامصه، عطينا لهم حطينا ديبوزينا لهم واحد 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 ريكلاماسيون في بيرو دوردر، قال لك صافي تيت فاليدا كلشي عاد نخرجوا.
هاد الناس هادو قال لك حنا ما عندناش الوقت نتسناو حتى يجيو دوك الناس ديال رمسه باش يقادو. هما عندهم دابا القوات مبوشين هنايا مبوشين وكاين كاع اللي مهرسين قوات قدام يعني ديال الشيء ديال تقريبا ديال الثمانينات ولا التسعينات. دابا هادو غادي يديروا اشغال فوق واحد القوادس اللي هذا اللي ماشي قانونيين كاع لا ومهرسين وقيلا مهرسين مزلقين مخنوقين راه ديما كنعانيو ديما كل شهر كنعيطوا للناس ديال 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 السينيسمون هما اللي كيسرحوا داك الشيء وكنقول لهم اودي كيفاش كيفاش قال لي اودي هادشي خصك تعاود. هما راه عارفين الناس ديال رمسا عارفين بانوا عندهم مشكل ديال السينيسمون خصك تعاودوا هادشي كلشي راه مهرس مدكدك. كنقول لك اودي داك الشيء حنا ما عندناش الحق دير واحد ريكلاماسيون باش يلاه ينجيو سميتو. فاذا بين جاوا الناس ديال الاشغال زعما قلنا راه الحمد لله جات مبادره باش انه غادي تعاود داك الشيء ويتقاد ويتسرح ويتصوم. تفاجئنا بانهم غادي يدوزوا غير فوق داك الشيء يعني ما غاش تعاود البنيه التحتيه دقات ما غاش يتبعوا. ما قلنا ما ودوش ما تعاودش قال لك حنا ماشي من حقنا هادشي شغل ديال رمسا هما اللي خصهم يجيو هما اللي خصهم يقادوا هادشي حنا ماشي من حقنا. باش تفهموا شنو بغيت نقول لكم دابا ها هما صوبوا هاد الرصيف القوادس ما مقادينش لما رمسا غادي تفيق وتقول خصني نعاود نصوب القوادس هادشي كله غادي يعاودوا يحفروه باش يدوزوا قوادس جداد. واحد الموضوع واحد اخر العمال في الاوراش مساكن ما كاينش ادوات العمل لا ليغات لا لباس لا انا بان لي بحال جابوا عطاشه وصافي كيخلصوهم النهار سينياليتيك ولا البانو ديال الاشغال وشنو غيدار فيه وبشحال والمده الزمنيه وداكشي ما كاينش. شونتي محلول والناس وسط منه غاديين جايين. شوفوا الناس مساكن العمال الغداز القدرون ها انتوما عاد كيحفروا وهادشي كامل راه غير السكان هما اللي نبهوا اودي راه كانت هنا قادوس راه كان هذا ها انتوما كتشوفوا هذا القدرون الاول اللي داز عاد لان مازال الثاني ها هما كيحفروا عاوتاني. شوفوا معايا العمال عافاكم يديهم ما كاينش اللي قات صنيضيله الله يحسن العوان. دابا واش واخدين الصفقات وما مهليينش في العمال ما موفرينش لهم ادوات العمل شروط العمل مرحبا دي لابا خصهم يبداو يطلبوا هاد القادوس يلاه حفروا هاد الصباح. شوف ها انتوما المواطنين اللي قالوا لهم راه كاين مشكل الناس هازين بيديهم ظهرهم غيتقرض. وكيتكلموا على مشاريع ملكيه تعدوا على الملك تعدوا على شي حاجه سميتها مشاريع ملكيه. ها انتم هاد القادوس هاد الصباح حتى هو عاد جاو حفروه وعاد قادوها وعاد داروا ليه السيما. العمال بغاو مرحاض بغاو قرعه د الماء بغاو خصهم يبداو يطلبوا. وتقول شي واحد وكتبان اللباس الموحد ما كاينش ما كاين حتى حاجه. غير باش تفهموا اشنو كنقولوا شوفوا هاد الدار هادي شوفوا القادوس كيمبوشي الو القوادس كلهم مبوشين ديال انزا بحال هكا. شوف حشومه وزياده على هادشي الغباريه والمعاناه ديال المواطنين وما كيفهموش بان هاد الغبره كلها كتشكل خطر على الصحه ديال الساكنه وليدات صغار الناس كبار الحساسيه الضيقه. غادي تقولوا لي اشغال غنقول لكم اشغال بهلوانيه لان الاشغال كاينين في العالم كامل وكاينين طرق باش ما تكونش الغبره. شوفوا معايا دابا ها هما الهيه كيصوبوا غادي يديروا داك المغسول حتى يكملوا وغادي تجي الرامسة وغتحفر داك الشيء كامل عاوتاني اللي صوبوا باش دير تعاود تبدل القوادس. قادوس ديال الواد الحار كله مبوشي حتى هو البريك
البريكو. اه البريكو اه القادوس قديم ديال السيما. اه القادوس السيما هذا واقيلا من السبعينات. فاش تبنى الحي الصناعي اول اسمه الاول قلنا ان الرخصه كتشد الاسباب ديال الفلوس عند المواطنين. شوفوا العمال الله يحسن العوان الله يسهل عليهم. كتعرفوا العمال واحد العدد فيهم 12 يعني خدامين النهار وخدامين ب 90 درهم النهار 90 درهم النهار كيضربوا الكرفي هنايا. ما كاينش التامين يعني ماشي التامين ولكن الضمان الاجتماعي ما مديكلارين ما حتى حاجه. انا سولت واحد العدد فيهم هنايا كياخذ 90 درهم ويمشي بحالاته. واش ماشي حشومه على هاد لونتربريز ولكن حشومه على المراقبه فينا هي ديال السلطات المحليه فينا هي المندوبيه ولا المديريه ديال التشغيل. عيب 90 درهم النهار لا لا كاس لا حتى حاجه. خذ خلصتك سير بحالاتك وضرب الكرفي. انتم شفتوا دراري خدامين بصندالة دراري خدامين في ظروف مزرية. أنزا تستحق أحسن من هادشي صراحة. كون غير جابوا لنا شي منتخبون ومسؤولين غير من إسبانيا وردينا هاد أنزا غترجع بحالها بحال ماربيا بحال توري مولينوس بين المدينة فوينخيرولا. ساعة أنزا مسكينة مهمشة خانزة ملوتة.